بنحط القرنفل اهوت وبنطحنه في الهون زي ما احنا شايفين، ويا دوبك نحط عليه حبة زيت زيتون شوية صغيرين يا دوبك يغطوا. ونكون طحنينه كويس كويس قوي بحيث ان زيت الزيتون يمتزج مع الايه، مع القرنفل كويس. دوت حمام مائي بدائي كده اهوت، بنسيب عليه القرنفل هو وزيت الزيتون يعني لمدة مثلا حوالي تلت ساعة من أول ما البخار يشتغل. تمام، ونقلب كل شوية، وبعدين بعد كده نصفيه. ادي هو زيت القرنفل، طريقة سهلة نحضر بيها زيت القرنفل في البيت عشان لو محتاجينه في ألم اللثة وألم الأسنان أو أي حاجة من الحاجات دي. شكرا ليكم.